السلام عليكم شباب، اخيرا انا استلمت مفتاح بيت جديد. طبعا اليوم قلت لازم اشوف لكم داخل البيت. انا قبل هم سويت فيديو كان بالحديقه، بس انا ما كملت الفيديو لانه ما كان عندي مفتاح، لانه في بلجيكا القانون يعني يقول لك يطول 3 أشهر 4 أشهر لحد ما يعطوك المفتاح مال البيت. فلذلك اليوم قلت لازم اسوي لكم فيديو نعطيكم كامل التفاصيل، وهم راح اسوي لكم جوله من داخل البيت. فشوفوا الفيديو للنهايه، واتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يشترك بالقناه. واللي ما يعرفني، انا اسمي ستيفان من العراق، مقيم في بلجيكا، صار لي سنه تقريبا اسوي فيديوهات بخصوص الهجره وتذاكر طيران وسفر وسياحه ومغامرات، معلومات عامه، يعني قناه منوع على ذوق الجميع، وان شاء الله احنا مستمرين والقادم افضل. فتعالوا وياي خلينا نشوف البيت سوا، وان شاء الله اي شخص يريد يشتري بيت بخصوص القوانين انا بالخدمه، لانه انا اعرف قوانين الشراء البيت واعرف كل تفاصيله. فتعالوا وياي خلينا نشوف من داخل البيت، تعالوا. اهلا وسهلا بكم. اول شيء احنا حاليا دخلنا الى البيت، هاي منها تبدا الحديقه، والحديقه هيك شي تروح داير ما داير. فاحنا بالاول راح نطب جوا، تعال خلينا نفتح الباب وحتى اشوف لكم داخل. بسم الله. فشباب باركوا لنا، بس البيت بعدها احنا ما منظفين، لانه صاحب البيت القديم يعني صاحب هذا البيت اللي احنا اشترى منه هو اخذ شغلات البارحه كلها، يعني كمل الشغلات كلها، فاحنا بعدنا ما منظفين. تعالوا شوفوا وياي، اول شيء لازم تساعدوني لانه انا لازم اسوي بيرو، يعني مكتب للفيديوهات، واسوي مثلا مكتب شلون يعني مثلا اصور لكم فيديوهات يعني معلومات وهاي سوالف. فاني قلت يمكن اسوي هذا مكتب. طبعا هذا المكتب شلون؟ شوفون هذا المكتب، يعني اقدر خلينا نشوف الشغل. على اساس اسوي هذا المكتب واخلي الكمبيوتر وكل شيء المعدات مال التصوير في هذا المكان. فعنده شباك هم على الحديقه، يعني عندها الواجهه على الحديقه. بص كيفش حلو هاي، واي واي الحديقه هم كبير، راح اشوف لكم بعدين. فهذا تقدر تسوي بها غرفه، تقدر يعني مثلا اخليها مكتب، بس هذا راح اسوي مكتب. تعالوا وياي خلينا نشوف ونكمل البقيه. طبعا هذا خلينا نقول الممر منا، وهاي طبعا من رخصتكم، هاي خلينا نقول التواليت هاي. هنا مثل مخزن، شوف مثل مخزن، يعني تخلي بيه الشغلات، او اذا تريد نكسر هذا الحائط حتى المطبخ يصير كبير، لانه المطبخ صاير هنا. شوف هذا المطبخ، المطبخ الشيء الحلو في هذا البيت المطبخ عندها يعني منظر كلش حلو. تعال خلي صورتكم منها. شوف يعني انت مثلا تغسل راح تغسل براحه نفسيه، لانه انت تشوف هذا المنظر كلش حلو. الطباخ صار هنا، طبعا هذا راح اخليه بمكتب مالتي، يعني اخلي بيه الكتب وحتى اكو شغلات موجوده بيها، كان هذا الموجود بالبيرو بس راح اخليه هنا. فهذا المطبخ صحيح المطبخ شويه يعني خلينا نقول مو صغير بس مناسب، مثل ما قلت اقدر اكسر هذا الحائط المطبخ يصير كبير. تعال للصالون، هذا الصالون صاير ويا هذا الصالون، شوف الصالون الثاني هنا. طبعا الصالون كلش عجبني، اول شيء هذا الصالون عنده همين خلينا نقول منظر كلش حلو، الشباك كبير اول شيء، خلينا نشوف لكم هاي داير ما داير، ومثل ما تشوفون يعني واسع جدا، لانه هذا الصالون تصير قسم من هذا الصالون الثاني. فتعالوا وياي خلينا نشوف لكم الصالون الثاني اللي عنده اثنين خلينا نقول اثنين حيطان كلها زجاج زجاج، يعني تقريبا اثنين حيطان كلها هيك زجاج كلش حلو. مثلا بالشتاء تسوي النار، شوف تخلي حطب هنا وتجيب القنفه وتشوف لكم هذا اجواء الشتاء، صراحه كلش حلو. فهذا الصالون، هناك هم صالون، منا تقدر تفتح الباب. هاي هسه فتحنا الباب مال الصالون، وهذا عندك بيت الحديقه، نخلي مثلا مثل مخزن او غرفه مثلا تستخدمها شلون مثلا قعده عربيه، لانه احنا على اساس نسوي قعده.
يعني مثلا نسوي مثل شلون يعني قاعده عربيه ونخلي بيها بلياارد ونخلي بيها مثلا الشغلات اللي احنا نحبها مثلا البلاي ستيشن والتلفزيون المباريات. هذا هم نستخدمه مثل مخزن. و راح نروح بعد شوي للطابق الثاني. هذا هم مالتنا كلها راح نسوي هنا على اساس شلون يعني مثل باركينج، يعني موقف مع سياره. طبعا عندنا يعني عندنا مكان للسياره، عندنا جراج صار جوا، بس هنا نقدر نستخدمها هم مثل يعني موقف مع سياره. فهذه الحديقه يعني بصراحه كلش مناسب. والبيتنا الثاني اللي عايشين يعني احنا به هسه هم بيت كلش كبير والحديقه كبيره. طبعا هذا الحديقه تابع للشركه مع سيارات الفرنسيه، هو شركه فرنسيه بس صاحبها بلجيكي. يعني هذا مو لنا، لا هاي تابع للسيارات، شركه سيارات مثل ما تشوفون رينولد، شركه سيارات رينولد. بس هو قال تقدر تستخدمون هذا المكان ونزرع شغلات، يعني هذا خلينا نعتبرها لنا همين. هاي البالكون يعني او شلون يعني صار مثل بالكون كبير. هسه راح اشوف لكم اياها، تعالوا وياي. قبل ما نصعد فوق راح اشوف لكم الشغله. بيتنا اللي احنا حاليا عايشين فيها هنا همين، فاحنا شنو راح نسوي؟ راح نفتحنا شلون نفتحنا حتى تصير يعني شلون مثلا باب هنا، هاي راح نفتحها وهاي راح تصير حديقه، وهاي همين يعني تصير تقدر تدخل وتخرج من هذا الباب. هاي مكان مال الحطب، بخليه هنا الحطب. تعالوا وياي خلي نصعد فوق واشوف لكم الطابق الاول. غير كلدر اي، هذا هم من شلون مثل الطابق اللي نقول الحديقه يراد للشغل، يراد للتنظيف. بس احنا حاليا يعني قبل كم يوم استلمنا المفتاح. تعالوا ويانا. شوف هذا الباب همين، هذا الباب توديك الى الكيلدر او احنا نسميها هاي صارت جوا هنا جوا الطابق الاول، يعني الطابق اللي احنا حاليا بها. وهمين هذا الدرج يجيبك الى المطبخ او مثلا الى المكتب او الى الممر او الى الطابق الثاني. خلي نصعد الطابق الثاني. الطابق الثاني شويه درج يعني ممتاز مناسب. شوفون عنده هيجي مثل تهويه او مثل حتى يدخل الضوء او حتى يدخل شلون يعني الشمس شلون يكون مبين. هسه احنا الطابق الاول اللي به الغرف والحمام. شوف اول شيء هذا غرفه مناسبه جدا كبيره همين يعني مو صغيره هذا الغرفه. فانا كنت يعني كلش يعني خلينا نقول صعب اختار وين اخلي مكتب. هذا اللي تحت وهم عنده هيك شيء مثل ما قلت بالكون كلش حلو، يعني بالصيف نقدر نخلي هنا ميز وكراسي تقعد هناك. وهاي شركه مصغرات صايره هناك. تعال نكمل. هذا هم غرفة تقدر تسوي فيها غرفتين. هذا الغرفة تسوي هنا حائط هنا تصير اثنين غرف. يعني هذا البيت عنده خمسة غرف، واحد راح اسويه مكتب والبقية تصير غرف. هذا الغرفة أحسن غرفة موجودة لأن الغرفة كبيرة كلش. شوف الغرفة كبيرة جدا وهم عندها واجهة حلوة. هاي الشباك وهذا الباب يوديك للبالكون. هذا من الالارم يعني احد يجي هنا تحذير قبل يطلع الصوت. ف صح هذا الشغل شويه بس احنا ان شاء الله راح نكملها قريبا جدا. هاي الغرفه خاصه لهذا الشغل. البانيو عنده هذا وعنده هنا تقدر همين مال دوش. هاي وعنده همين هذا خلي اشوف لكم، يعني هاي همين موجود. وشوف هنا عنده فوق يعني
طبخ، يعني شغل خلينا نقول شغل بسيط. طبعا شغل بسيط ان شاء الله راح نكملها. خلينا نشوف اذا هذا يفتح. لا بس استيم هسه احنا راح نروح الى البالكون. احنا حاليا صعدنا، احنا حاليا هسه بالبالكون تشوفون المكان بصراحه كلش حلو، يعني تخلينا ميس والكراسي. طبعا سعر هذا البيت كان 299 الف يورو، يعني فوق 500 مليون دينار عراقي. اللي ما يشتغل خاصة بلجيكا، إذا أنت ما تشتغل صعب تشتري بيت، والبنك ما راح ينطيك قرض. أنا شخصيا يعني أعرف قوانين البنوك، ورحت إلى أكثر من بنك كلهم وافقوا، بس كل بنك يعني يحسب شغلة. مثلا أنا اشتريت هذا البيت ودفعت نسبة الفائدة من البنك، نسبة الفائدة كان 1.5. أكو بنوك 2% يأخذون، أكو بنوك 2.5، اكو بنوك يعني يمكن 1.1. فكل بنك عنده قوانينه، كل بنك عنده شغلات. بس انت اذا راتبك فوق 2000 يورو مثلا، انت عايش بوحدك تقدر تشتري بيت. اذا انت عايش ويا مثلا زوجتك وراتبك مثلا فوق 4000 يورو همين ينطوك قرض كلش زين. هاي همين يعني شوف عنده واجهة على الحديقة كلش حلوة. هاي صار مثل غاباتنا، هاي منا يعني. هاي البيت سعر يعني 299 الف، نسبة الفائدة 1.50. يعني احنا اخذنا القرض من البنك ING، فكل بنك عنده شروط، كل بنك يعني يحسبون راتبك. لانه اول شيء اذا انت عايش وحدك هم راح يشوفون انه 1000 يورو راح يخلون على طرف، هاي الألف يورو راح تعيش بيها، البقية راح ياخذون انه انت تقدر تدفع بالشهر هذا القرض، لانه القرض راح تاخذه مثلا على 20 سنة او 25 سنة، وانت كل شهر راح تدفع نسبة من هذا القرض. مثلا تدفع 1000 يورو، 800 يورو، 900 يورو على 20 سنة او على 25 سنة لحد ما يكمل. وهمين تدفع تأمين الحياة، مثلا تأمين الحياة كل شهر تدفع 30 يورو 40 يورو. انه مثلا اثنين شخص يشترون بيت وانتو واحد منهم يعني لا سمح الله توفى، لازم الثاني يقدر يدفع. اذا امنتوا 100% واثنين هم مثلا واحد منهم لا سمح الله توفى، ما حد راح يدفع لانه انت امنت 100%. طبعا شباب شوية عطشت، فهاي القوانين مال شراء البيت في بلجيكا. طبعا اكو ناس مثلا راح يقولون اكو هواي مسلمين يعني يشترون بيوت وحرام وما ادري شنو. هواي مسلمين يشترون بيت في بلجيكا، هواي هواي هواي. اصلا اول شيء اصلا يعني اكو ازمه سكن في بلجيكا، فاكو ناس شنو يسوون خاصه اللي يشتغلون، اللي ما يشتغل ما يقدر يشتري. اذا انت تشتغل تقدر تشتري بيت، او اذا انت غني وعندك فلوس هوايه تقدر تدفع مثلا نقدي تقدر همين. بس اكثرهم يعني يشترون على القرض، يعني ياخذون قرض من البنك، فلذلك اكيد نسبه الفائده حسب البنك. طبعا حاليا نسبه الفائده صارت اعتقد شويه اكثر، بس همين مثل ما قلت حسب البنك، يمكن تدفع 2% يمكن تدفع 2.5. وهم لازم يكون عندك فلوس مال نوتاريس اللي هي كاتب العدل. اذا ما عندك فلوس مال نوتاريس يعني صعب تشتريها. حاليا اللي يشتري اول مره البيت راح يدفع 3% اللي هي ريجستراسي كوستن، يعني احنا نسميها المبلغ مال تسجيل، ما عدا النوتاريس كوستن يعني المبلغ مال كاتب العدل. اذا انت ما عندك 10% من مبلغ البيت همين اكو بنوك ما يوافقون. حاليا اكثر البنوك يعني يقول لك لازم تدفع 10% من مبلغ شراء البيت، يعني مثلا السعر مال البيت 200 الف، ال 10% انت راح تدفعها من جيبك، يعني اللي هي خلينا نقول 20 الف يورو راح تدفعها من جيبك، وما عدا نوتاريس كوستن اللي هي كاتب العدل وريجستراسي كوستن. فلازم من تشتري بيت لازم تفكر كلش، لانه هذا الخطوه يكلف. البيت هنا في اوروبا، شراء البيت في بلجيكا يعني استثمار، ما حد يخسر من شراء البيت في بلجيكا مستحيل، خاصة هاي الوقت الاستثمار اللي يريد يستثمر في بلجيكا شراء البيت كلش زين، يعني بعد فترة تصير أغلى. هسا أنا إذا أبيع هذا البيت راح يكون سعره أكيد أغلى وراح أستفيد منه، بس أنا ما راح أبيعه
لانه انا اشتريت هذا البيت حتى اعيش بيها. فتعالوا خلي شوي نكمل الجو. طبعا شباب احنا هسه راح نروح جوا الموجود بها الجراج وبها هم من يعني شلون مثل مخازن. فتعالوا وياي يعني حتى اشوف لكم. هذا الجراج خلي الشغل شوف. طبعا هذا الجراج نقدر نفتح هذا الباب والسياره خليها هنا. وهم عندي مثل شلون غرف، احنا قلنا هاي راح نسويها مثل غرفه، خلينا نقول غرفه حلاق، لانه اخوي دائما يحلق شعري ويحلق شعر يعني مثلا ابن عمي وابن خالي، فهو يعني يحب يتعلم الحلاقه، يمكن هو يسوي شلون مثل مكان الحلاقه. وهذا هم كبير، هذا مكان، هذا مكان تقدر تخلي بيها مثل قاعدة عربية للنرجيلة، وتخلي بيها بليارد، وتخلي بيها مثلا شو اسمه هاي خلي شغلها. هم يعني مكان ما يجي بيها يعني من ينطر ما يجي مطر هناك. طبعا احنا هم عندنا بئر مال المطر صار خارج المكان هنا، صار هنا راح اشوف لكم بعدين. هاي صار هنا واتر بوت. فهذا البيت يعني بها 4-5 غرف، اذا احنا ما نستخدم المكتب بها 4-5 غرف. هنا مكان نظيف تقدر تسوي قعده هنا، وندخل النرجيله وشيشه هير. شيشه يعني هير باردور ماركلا هير خلال زيتو. اي والله تسوي شلون هو مين يقول تسوي قعده هيك مخروط زيتو تجيب هنا القنافات وشيشه ونجيب تلفزيون ونشوف المباريات ونشجع ريال مدريد. وهذا خلي بيها السيارة هنا، وتسوي هناك مثلا شلون غرفة حلاقة لنا، غرفة الحلاقة العائلية. هير از فور كبر يعني. فابيزا لا غريبا. غريبا هير خوي كبر والله. عرفت هذا هو قدام غريبا. عملت هير دون. طبعا أكثر شيء عجبني في هذا البيت خاصة الصالون، إنه عندك اثنين صالون هنا وهناك، وهم عندك واجهة كلش حلوة، ونقدر نشيل هذا إذا احنا حبينا. راح اشيل هذا وراح تصير صالون كبير. شوف من هنا لهنا كله صالون، فيمكن نشيل هذا. شنو رايكم؟ تقولوا بالتعليقات. راح تصير صالون كلش كبير، وخاصه هذا زجاج يعني باكر مثلا من بالشتاء يصير ثلج، واحد يعني يجيب قاعده هنا ويشوف الاجواء كلش حلوه بصراحه. ضمي يعني عنده باب الى الحديقه، والصالون الثاني صار هنا كلش حلو. ضمي هذا صار هم اللي نقدر نستخدمها يعني تيجي تقعد هنا شوف المنظر هنا كلش حلو. او تسوي مكان شلون الاكل يعني مثلا تخلي اكل البيس هنا والكراسي تاكل هنا، وهنا صالون. هاي هي. فحبيت اشوف لكم واشوف لكم اعطيكم السعر ومعلومات بخصوص شراء البيت في بلجيكا، واي استفسار انا بالخدمه. هذا خليه مثل مخزن. وطبعا هنا الواجهة على بيتنا اللي احنا حاليا عايشين بها. هذا بيتنا هم صار بالزاوية. الشيء الحلو في هذا الموقع هذا الشارع مسدود، يعني بعد ماكو بيوتنا، بيت مفتوح وهذا البيت هم مفتوح، والحديقة ما شاء الله كلش كبيرة، وخط السريع قريب، خط السريع صار هنا، المستشفى قريبة، المستشفى صار هنا، ومركز المدينة همين منا بالمشي، المدارس، السوق والمحلات كل شيء قريب على هذا الموقع. الموقع كلش حلو. طبعا أنا ما ذكرت اسم المدينة، اسم هذه المدينة مدينة ألست. أنا أعيش في مدينة ألست قسم أوست فلاندرن، يعني قسم الجانب الهولندي اللي صايرة بين مدينة خينت ومدينة بروكسل. طبعا مدينة ألست عدد سكان مدينة ألست تقريبا أعتقد فوق 80,000، يعني فوق 80,000 عدد سكان مدينة ألست. فمدينة كلش حلوة وقريبة همين على كل المدن الأخرى. طبعا هناك تقدر تخلي سيارة هنا، أنا دائما أخلي سيارة هنا. وهمين قبل شوية كنا جوا، هذا نقدر نفتحها وتسوي مثلا يعني خلي سيارة هنا جوا، مو يعني الشرط
تكون سيارة موجودة هنا. مثل ما قلت هذا الشارع مغلق يعني ماكو بيوتنا بعد، واحنا حظنا حلو بيوتنا صار بنهاية الشارع بالزاوية، وهذا من مالتنا، هذا من نقدر نخليها مثلا مثل شلون حديقة او تراس، ومثلا توقف السيارة هنا شبير كلش، مثلا نزرع شغلات او مثلا هنا يعني لحد هنا مالتنا همين، وهاي تفتح هنا تسوي باب، هاي نقدر نسوي باب هنا حتى نروح هنا. فأتمنى تعجبكم هذا الفيديو، وإذا عندكم أي استفسار أنا بالخدمة، وإن شاء الله مستمرين وياكم، وراح أسوي فلوقات كلش حلوة، وتحياتي.